أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين مستمرة في تنفيذ الخطط وتبني البرامج التي تعزز مسارات التنمية وتخلق الفرص النوعية أمام كافة أبناء الوطن، وبما يحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لافتا سموه إلى أهمية المشاريع الاستثمارية بمشاركة وتعاون القطاعين العام والخاص وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة التي دخلت مراحل متطورة غير مسبوقة بما يدعم كافة القطاعات التنموية. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم لعدد من المجالس الرمضانية في إطار ما يحرص عليه سموه من تكريس التواصل مع كافة أبناء المجتمع البحريني خلال شهر رمضان المبارك، حيث قام سموه يرافقه سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين بزيارة إلى مجلس عائلة كانو ومجلس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ومجلس معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني، حيث تبادل سموه التهاني والتبريكات مع أصحاب المجالس والحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين وأبنائها بكل الخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وقال سموه إن شهر رمضان ببركته وما يحمله من بشائر الرحمة يحتل مكانة رفيعة في نفوس المسلمين، حيث تتجدد فيه العزائم للتمسك بالقيم النبيلة، مؤكدا أن ارتباط الأسرة البحرينية بالعادات والتقاليد الرمضانية الأصيلة والقيم الإنسانية الموروثة من الآباء والأجداد محل فخر واعتزاز، ويجب توريثها للأجيال لتبقى مملكة البحرين كما هي دائما وطن المحبة والتآخي بتواصل أبنائها وتلاحمهم. وأشار سموه إلى أن ما يمر به العالم من حالة عدم استقرار ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وخلقت تحديات للجميع، ولكن مملكة البحرين بفضل قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تخرج دائما من التحديات وهي أقوى مما كانت عليه، لافتا سموه إلى أن عزم أبناء الوطن يشكل على الدوام داعما لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للإنجاز المتميز. من جانبهم أعرب أصحاب المجالس والحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تفضله بزيارتهم والتي تأتي لتؤكد نهج التواصل الذي يحرص سموه على ترسيخه من خلال اللقاءات المستمرة مع كافة أبناء البحرين في مجالسهم الرمضانية بمختلف محافظات المملكة.